وهلا حديث البلد مع رانيا عيسى. انت ممثله لبنانيه معروفه من 13 سنه، قدمتي خلال عدد من الادوار البارزه وحجزتي لنفسك مكان متقدم بين ممثلات جيلك، واليوم عم بتشاركي ببطوله مسلسل حياه سكول. بدنا نبعته على المدرسه لهالصبي، ما عم بيروح. ايه لازم، عنده تقديم السنه وما عم بيروح. ايه اذا حياه سكول بنتسلى كثير، كثير حلوه ضروري. في كل هالبنات الحلوين الصبايا المعلمات اللي عم بينعرض من الاثنين للجمعه الساعه 7 المساء على الام تي في. رانيا بتلعبي بهالمسلسل دور مس سوزانا اللي الله يعلق حدا فيها، المعلمة المتعجرفة والمتسلطة اللي مش عاجبها العجب وبتتصرف وكأنه المدرسة ملكة. في ناس هالقد منقمين بالحياة؟ ايه أكيد في، مثل ما في ناس منيحة وهنية في ناس منقمة ومتطلبة وما بيعجبها العجب. سوزانا شخصية أكيد موجودة بالحياة بس ما بتشبهني أبداً، ما بيعجبها العجب وبتضلها معلية هالحاجب هيك. ايه هيدا. وعلى كلمة سوري يعني، بس سوري سوري عرفتي يمكن عشان مش بالسين مدري سوري سوري. ايه في تحدي هلا بلتقى بصبايا تينيجر بيحضروا المسلسل او مش سوري فحياة سوري سوزانا. ايه أكيد موجودة، هيدا الكاركتر ما بيشبهني ابدا بالحياه لانه انا ما بحكي بهيدي الطريقه مثل ما الكاركتر مركبته للدور يعني، وما عندي تشاوف وما عندي حركات سوزانا، بس كثير عم بنبسط انا عم بلعب هيدا الدور لانه ما بيشبهني. سوزانا 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 I'm crazy loving you. تذكرها نعيم ولا كنت صغير؟ بغني هالغنية مثل عمو جابي ما بيتهنى، لأنه كل ما يقعد معه على الصوفة يا بدق الجرس يا بدق الباب يا بيفوت حدا، فعمو جابي كمان ولا مرة بتزبط معه. حرام في شو له خلقه بشي سكاتش. ايه هلا لازم نعمل شي هيك كل مرة عم تكون انه بيو دايما بيطب يعني لازم شي مرة يكون موافق او يكون عن جد مسافر وياخذ راحته. ايه يعني تأمنه. بس هيدي سوزانا في منها على عربي مرة عملوا منها غنية لبنانية كمان. صحيح قعدنا سوا على الصوفة والموسيقى يا سلام لحظة مش متأمل شوفها كذا سوزانا. ايه صح. تبرد افكار مش سرقوها او شيء. لا يعني ثاقبت نفس الاسم ونفس. رانيا قبل ما نكمل معك خلينا نشوف نحن وضيوفنا مش سوزانا بحياة سكول، كتابة رامة حيدر، اخراج جيسيكا تحتوح، وانتاج مروة جروب. بلاير باسل. لا 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 انا هيك ما رح يمشي الحال معي ابدا، بلشت الامور كثير تزيد عن حدها. ايه يعني اذا ما عملنا نحن شيء لهالطلاب رح يفوتونا بالحيطان. روحي قعدي خبريني شو في شو بكي. شو بني؟ تفضلي قومي روحي شوفيهم فاتحين على حسابهم بالصف، جايبين جيتار قاعدين عم بغنوا وبيعزفوا وما حدا منهم جاي ليتعلم، وفوق هيدا وكله وقاحه وقله ادب. لك عن شو عم تحكي؟ عن اي صف؟ عن مين عم بحكي؟ ليش مين في غيرها؟ هيدي شو اسمها؟ مس حياة يلي هي من أول ما اجت والمدرسة رح تخرب، بس أنا ما رح اسكت. طيب روقي أنا رايحة أشوفهم رح أطلب لك قهوة. بس القهوة بتوتر بزيادة يعني، طلبت لك قهوة بس القهوة بس فاتت هي يعني. مهسترة على طول سوزانا ما بيعجبها العجب، لا التلاميذ بدها تشحت تلاميذ ولا مجد حياة على المدرسة ما عجبتها انه هي جاية عم بتصلح الطلاب وبتلحقهم على بيوتهم وبتحل لهم، ما مش عاجبها شيء سلبية. بس لحد اليوم ما عرفنا ليش سوزانا هي هيك. هلا بالحلقات الجاية انه ما رح في رح يصير في كثير تطورات يعني، حلقات اللي صورناها نفهم ابعادها الشخصيه او اسباب. هلا اللي عم صورهم بعد، بس قال الكاتب انه بحلقات بعد، هلا اللي صورتهم رح يكون في تطورات جديده ومفاجئه، بس ما رح اقول عنها لانه الحلقات بعد ما نزلوا على الهواء. بس قال لي بعدين رح نشوف ليش سوزانا هي هيك، ليش ما بيعجبها شيء ومش طايقه شيء، هي بس انه مدعومه من وزراء ونواب. وفكرة حالة أنه هي ملكة المدرسة بتعيط على فلان بتشحت فلان ما بيهمها حدا. سعيد بقي حتى يشوفك شوي.
وأنا انبسطت كثير في حكيته على الفيسبوك أنا، وإن شاء الله يا رب ثانك يو ترجع مثل ما كنت وأحسن. إن شاء الله أكيد ثانك يو إن شاء الله. سعيد يا شاوت أبيو، إحنا فخورين فيك، فخورين بإصرارك، ونشكر مجيئك على حديث البلد، وما رح نطول عليك. أنا صحيح لي أشكرك، أشكر باسم، أشكر خالد، رانيا، نعيم طبعا بالرغم من كل شيء يعني طيب بالرغم انه طالبني انه لازم اقول له على السعر ما قدرت. بدي اشكر كثير 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 معالي الوزير الصحه وائل ابو فعور لاهتمامه لدعمه وعرض كل الاهتمام، وهذا بيدل انه هذا الشخص حريص على الفن بلبنان. نعم. بدي اشكر كل الناس، كل الفنانين اللي كانوا عم يتصلوا، الدكتور زياد سالم، الدكتور فادي جعارة، وبدي اشكر جيهان مرتي اللي عم بتقاتل معي، وبدونها ما بقدر انتصر طبعا. نحن بنبعث لك كل محبتنا وكل احترامنا، ونحن كلنا معك سعيد وناطرينك. ثانك يو. كمان بدي اشكر معالي الوزير اشرف ريفي كمان، لانه من الاشخاص اللي اتصلوا، رئيس القوات اللبنانية الأستاذ سمير جعجع اللي علق وقال على التويتر، كمان كل الناس اللي دعمت، كل الفنانين وكل الناس، مع الوزير نهاد المشنوق وزير الداخلية. تحية كبيرة لوزير الداخلية. طبعا شكرا. حسسوني بلحظة، يعني أنا بلحظة كمان فقدت الأمل بهذا البلد، عرفتي؟ يمكن هذا الظرف اللي أنا قطعت فيه حسسوني انه لا بدي ارجع اتمسك بلبنان يعني. طبعا لانه الظلم ما حلو صح، بس الحمد لله يعني نحن مقاتلين، وانت كمان شخص مقاتل بالحياه وشخص صح. قوي بالحياه كمان، انت بتستحقك تحيه كبيره. ميرسي عليك، هيدا منك كبيره سعيد. شكرا كثير، وناطرينك مثل ما ان شاء الله ان شاء الله. حاليا عم بتصوري مشاهدك بمسلسل درب الياسمين لرمضان الجاي، وبتأدي فيه دور امرأة محجبة متزوجة من مقاوم الممثل كارلوس عزوار، وام لبنتين صم وبكم، بتعيش هاجس انه زوجها يتزوج عليها حتى يجيب ولد سليم، وسبق ولعبتي دور زوجة يوسف حداد بالجزء الثاني من الغالبون، والعملين من انتاج مركز بيروت الدولي. رانيا عم تصوري كمان مشاهدك بمسلسل احمد وكريستينا انتاج مروه جروب، وعرفنا انه كان من الممكن تخوضي برمضان دورك الاول بمصر الى جانب النجم احمد السقا مصر واحمد السقا. احمد السقا يعني انه احمد السقا يعني كل الممثلات بتصور بتمنى حقيقة يعني جون بريمير، فعن جد راحت فرصه علي، اول مره بتلقى عرض عم بيصوروا جزء من المشاهد بلبنان، وكان بدهم ممثلات، كان بدهم ممثله لبنانيه دور بطوله، واختاروا وجيه صقر وعلي منيمنه. نعم. دور كون زوجة السفير، وكله دور بالانجليزي مش بالعربي، فكان كل شيء جديد يعني، رح يكون كنت اول مره رح كون طول برمضان تلفزيون مصري، مسلسل مصري، واحمد السقا وبالانجلش يعني كل الدور، فضربوا اوردر معهم مع اوردر احمد وكريستينا، وما قدرنا ننسق ابدا. هذا بيصير كثير يعني بالمسلسلات عم تكون مرتبطه، انه زعلت شوي تكون صريحه، عرفتي؟ لانه مسلسل مصري، ويمكن انا ناطره الفرصه لشارك بعمل مصري او عربي او فان عرب. على كل حال توت قبل ونحن عم نحكي كتب لك قد ما عملتي ادوار مزوجه جاي اليوم بفستان العرس. ايه بالابيض منيحه، هيدي منيحه. هو فستان ابيض بس انا اول مره على فكره بطل هيك، ما بعرف يعني انا عم قرر شو بدي البس. انا بحب الابيض كثير، انا ماي فيفرت، بدي اطلع معك بحب اخذ وقت لنقي ثيابي يعني. دقوا لي قبل، قلت لهم طقات اوكي بدي صور حلقه، اعطوني شويه وقت. على طول بحب، ما بعرف هيك، بس دغري ضرب عيني على هالفستان، كثير حلو كثير لبق لك. كريستين
تحدثي على طريقة الأطفال ل 30 ثانية. شو السوجي؟ أنت نقي السوجي اللي بدك إياه. بنتك اللي عمرها 4 سنين، جاي عم تقول لك شيء. مامي إذا دلابيني دلابيني حلشتني بساعة لاتي. هي لا بتحكي إنجليزي وعربي يعني هي. We have school today. لا أنا نو ماما. We don't have Saturday and Sunday. We go. Today is what? Today is Friday. Friday you go to school? Yes, Mama. We go to school. جي نهار الأحد. Today we have school. كل يوم بتأكد بتحب ولا ما بتحب؟ كل يوم بتحب بس ما بعرف شو بتهيأ لها. بتعمل غير سبورات. بدها تتأكد. طيب بدها تعرف الأيام.